بالنسبة حازم، نعم، 50 اللي صوت من أصل 4701 نسجل عندكم بالأرض. آه شارك كيف اللي تكتب شحال النسبة؟ شحال النسبة؟ شحال واحد جا صوت؟ المصوتين 750 10 750 نسبة معتبرة صباحا وصلت إلى 7-8% في البلديات التي قمنا بزيارتها. تعكف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى السلامة الصحية للمنتخبين الذين حضروا. عايننا جميع اللوجستيك، عايننا جميع أنه تم احترام جميع البروتوكول الصحي الموضوع من طرف السلطة بالموازاة مع وزارة الصحة. نظن حتى المنتخبين لديهم حس في احترام البروتوكول الصحي. لم نلاحظ أي إشكالات أو عرقلة للسير العادي للانتخابات. نظن العمل السلطة راه قائم، الجميع السلطات المحلية راهي قائمة في العمل نتاعها. هناك تنصيب بين الأمين الولائي والمندوب البلدي مما يسهل العملية الانتخابية.